لطالما كانت الكلمه هي القيمه الاسمى لما تملكه من اثر وموروث ثقافي تلبس ثوب الابداع فتاتي كقصه قصيره او شعر روايه مقامات مقالات او خاطره في موانئ الثقافة اليوم ترسو امرأة أجادت حياكة أثواب الكلمة بأبهى صورها وباعتراف النقاد فكانت القاصة والروائية أرحب بضيفتي لحلقة اليوم الأديبة زينب الخير أهلا وسهلا بحضرتك أهلا أوقاتك أهلا وسهلا أهلا بكم بداية مشاهدينا نتابع مع بعض فاصل تعريفي بالأديبة ولنا عودة اهلا وسهلا بحضرتك استاذه زينب يا هلا يا هلا اهلا النوم. فيك نورتي حلقتنا اليوم اهلا فيكي وبكل اسره العمل الموجوده معنا بالاستديو يا <applause> <applause> هلا بيكي أستاذ استاذه زينب يعني حضرتك نشاتي في عائله فيها ادباء ابا عن جد فالتوجه للكتابه فينا نقول كان خيار مع العلم انه دراستك هي هندسه معماريه انا مهندسه مدنيه مدنيه <تصفيق> <تصفيق> أه كان خيار نعم كان خيار ليس يعني بمعنى ك كهدف لكن بالفطرة الكتابة تفرض نفسها على صاحب القلم وإذا لم تفرض نفسها إذا استطاع أن يتخلص منها عليه ألا يكتب <applause> أما عندما تكون سيطرتها قوية ولا يستطيع أن يتخلص منها فعليه أن يكتب لأنه عند ذاك يكون مخلصا لقلمه لعقله لموهبته بالمعنى الحقيقي جميل هذا الكلام آه نعم نحن في بيتنا بيي شاعر وجدي شاعر واعتقد جد والدي ايضا شاعد. ذكرنا ابا عن جد آه نعم يعني. توارثوا هذه الموهبه وعملوا عليها يعني لا يكفي ان يكون هناك موهبه او ميل فطري نحو الكلمه الشعريه او نحو الادب او حتى نحو اي فن من الفنون، الحقيقه العمل عليها هو الذي يبلور هذه الموهبه ويبلور هذا الميل ويحوله الى الى حاله تعبر عن نفسها بشكل صحيح كان في بيتنا دائما من يقرا ومن ياتي بالكتب ومن ياتي بالمجلات ومن يقرا الشعر وكنا انا الجيل الاصغر في البيت في حدا بس اصغر مني وما تبقى اخوتي كلهم اكبر مني فكنا دائما وابدا في بالبيت جو قراءه وكان التوجه العام المناخ العام بالمجتمع كان في يساعد على القراءه ميالين للادب والكتب نعم نعم أعتقد أنه كانت مرحلة استثنائية عندما كنا نحن أطفال بموضوع الاهتمام بالكتب موضوع الطباعة وبالتالي عندما كبرنا وذهبنا باختصاصاتنا العلمية ومشينا كثيرا عاد الميل ليفرض نفسه ليقول أن له مكان في حياتنا ويجب أن يأخذ هذا المكان براحته جميل هذا الكلام، أستاذة زينب يعني ذكرتي موضوع الدراسة العلمية هي الهندسة المدنية، م. عم نلاقي نحن معظم الكتاب وجزء كبير منهم دراستهم علمية وميولهم أدبي، يعني مبدعين بالكتابة الأدبية، قادرين يمكن يعبروا أكثر بكتاباتهم؟ أه ربما ربما ولكن أنا لا أعتقد أنه الإمكانات البشرية فيها درجة من التوازن يعني عندما نكون طلاب في المدارس هؤلاء الذين يذهبون نحو دراسه الطب والهندسات والصيدله هؤلاء غالبا يحصل يحصلون اعلى العلامات حتى في اللغه العربيه وفي اللغه الاجنبيه التي يدرسونها عاده والتحصيل ليس بالضروره من باب الاجتهاد من باب الغوايه والحب اعتقد حب الاطلاع على نعم. كل شيء يعني. يعني حسب ما اتذكر آه أن رفيقاتي المتفوقات كانوا يكتبون آه كنا يكتبن أجمل مواضيع التعبير على الإطلاق وأنا منهم يعني وليست مسألة فقط آه أنه مهارة آه علما أنه آه لا فصل بالإمكانات الذهنية إطلاقا آه يجوز آه أن يكون الإنسان مهندسا ويجوز أن يكون أديبا وفيلسوفا لاحظي الأشخاص الذين ذكرهم التاريخ الأدباء التاريخيين والعلماء ابن سينا كان شاعر يعني ما رد الطب عن أن يكون شاعر ولا الأمثلة كثيرة أعتقد أنه ما في فصل بين الهندسي والأدب ليس ليس فيه تعارض على الإطلاق مكملين نعم. لبعض لا 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 يجوز ان يكون ثمه فصل بين الهندسه والفن عموما ومن يعمل بالهندسه يصبح هو فنان أصلاً. نعم هو فنان <applause> إيه. تماما وكذلك هت... الرياضيات وكذلك ورياضيات. الرياضيات يعني أه. بما انه عم نحكي عن ال... خلينا نقول المواد العلميه نعم. بشكل عام نعم لها علاقه بالادب نعم. او بالفن بشكل عام ايضا نعم. توجهك للاعلام نحكي عن هذا الموضوع وتجربتك الاذاعيه لمده عامين ببرنامج يعني خلينا نقول انه وصلت رسالتك من خلال وجودك بالاعلام يعني رح احكي بصراحه بما انه حتى تكون الجلسه بابهى حله او بابهى حاله ممكن نقدمها هذا التوجه جاء بمحض الصدفه تماما انا كنت اكتب واقرا ونشرت في الصحافه السوريه وانا حدا بطبعي بسيط يعني بمعنى انه سمت اولويات في الحياه فرضت علي ان اكون اقل نشاطا اقل بحثا عن الاضواء اقل بحثا عن الشهرة وانا مؤمنه بانه هذه التراتبيه منطقيه طبعا الى حد ما مهم. انما موضوع عندما اتخذ القرار بافتتاح اذاعه امواج هنا احد الاصدقاء عرض علي هذا الامر قلت له ما الذي يمنع فأنا أستطيع بما أنني أقرأ وغالبا ما ألخص ما أقرأه بخطوط عريضة على الأقل أني أستطيع أن أقدم برنامج حول ما أقرأ لا أستطيع أن أقدم إلا حول ما أقرأ وجئت إلى هنا ومعي ثلاث حلقات مكتوبة على أن تكون مدة البرنامج نصف ساعة كما تفضلتي أه. أه. في بمكتبي وانا جالسه قررت انه هالنصف ساعه شو بدها ورق مني اكتشفت كتبت صفحه بيضاء وقرأتها أخذت معي حوالي ثلاث دقائق إذن أنا أحتاج إلى حوالي 20 عشرين آآ آآ سبع صفحات على الأقل مه. وهكذا أتيت بملخصات لثلاث كتب وكانت الرواية الأولى اللي اشتغلت عليها هي الكيميائي كيميائي فطلبت مني الأستاذة أمل محمد أني قدم بصوتي قلت لها أنا غير مهيئة أبدا ما عندي أي تجربة سابقة ولا شيء وحدة من الصبايا بتقدمها قالت لي طيب جربي <applause> فانا لغتي لا باس بها ويبدو صوتي كمان صوت اذاعي <applause> فلذلك كانت الحلقه الاولى يعني هي ابدت اعجاب كبير بادائي بالحلقه الاولى <applause> ومن غير اخطاء من غير انقطاع اثناء التسجيل شيء لا يذكر كونه التج... وبعدين مشيت فيها لبى شغفك لا. الاعلام من خلال وجودك بهيدا الجانب آه نعم الاعلام حلو وممتع وانا شخص قلت عن نفسي حيوي بسيط لكنني حيويه بالدرجه الاولى جميل يعني دافع دائما هو ان تصلي للاخرين الكاتب والاعلامي والفنان داخله عالم كامل متكامل يمر بالحركه ويمور بالمفارقات اصلا و يود ان يوصل هذا ما بداخله الى الاخرين، والاعلام هو خير السبل يعني ما في سبيل اخر الا من خلال الاعلام تمام. سواء بالصحافه او بالاذاعه هي تجربتي الاذاعيه كانت او من خلال التلفزيون من اي جهه كانت هو يريد ان يعبر عن نفسه للاخرين ان يقول انا هنا آآ آآ وبالتالي لابد كان من هذه الخطوات وجاءت كلياتها بدون تخطيط مسبق انما دائما اسعدتني بمحض الصدفة. نعم، لكن ودائما جيدة. كنت وفي لما اعمل به فانا اشتغلت من قلبي دائما بالصحافه وبالازاعه وبكل ما اعمل به غالبا هي. تماما ذكرتي موضوع الكتابه الصحفيه مم. مقالات متعدده خدميه مم. فنيه يعني حتى ادبيه نحكي عن هيدي المقالات كيف كانت كتابتك ايضا فيها دائما الاديب او الكاتب لديه رساله ذكرتي الاعلام هو وسيله لتوصل هيدي الرساله للقراء للاشخاص بشكل عام لا. لبى ايضا لبه الصحافه وكتاباتك ومقالاتك هذه الرساله الى حد الى حد جيد جدا يعني بما يسمح به انتشار انتشار الصحيفه كان إحنا انا اشتغلت بالاوج الذهبي لصحيفه الوحده وفيما بعد كتبت بالوطن وكتبت بالنور مرات عديده وكتبت بتشرين انما كان شغلي بالمركز بصحيفه الوحده طبعا لما انا بدات بالكتابه الزاويه الخدميه فقط عين المهندس تلتقط البشاعه وتلتقط أه. الجمال طبعاً. بطريقه مختلفه عن الاخرين بحرفيه مختلفه عن الاخرين فحاولت اشتغل على الزاويه الخدميه وقررت انه بما يتناسب مع اختصاصي أه. ووجدت نفسي فجاه اكتب في كل شيء يبدو ان الهندسه هي عصب الحياه يعني ما يبدو انا متاكده من ذلك انا متاكده من ذلك انما فوجدت اكتب نفسي اكتب عن المدارس عن نظافه الشوارع عن حفر الطريق عن ازمه المرور عن يعني وكونه فيه ميل ادبي فطري وثقافي لا باس بها انا ما كتبت عن الباص وعن مشيته وتعطيله دخانه وبس لا وكتبت عن لهفه الناس الطالعه شعورهم بالاعياء وهن واقفين يعني بمعنى كان دائما الانسان حاضر رغم كون الزاويه خدميه بحته انما المهم منها الغايه منها هي راحه الانسان ووضع الانسان والاضاءه على حالته العامه اعتقد اني وفقت جدا بالزاويه الخدميه وايضا بسبب انه قلمي لا باس به الزملاء رؤساء التحرير هن اللي شجعوني على الزاويه الادبيه وحبيتها أيضاً. حبيتها كثير واشتغلتها بشغف وكانت تاخذ مني بتقولي زاويه تقرا خلال ثلاث دقائق مثل ما حكينا او اربع دقائق لا اكثر كنت اكتب صفحه وثلث وورد ليس صفحتين صفحه وثلث مشان ما تصير الزاويه طويله لكن هيدي تاخذ لها معي اربع خمس ساعات عمل لاني بدي نقحة ودقيقة صحيح. وحقيقه بعتز انه كانت تنزل بلا تدقيق مقالتي يعني أه. إيه؟ هيدا السبب يعني موضوع الكتابه الخدميه هو كان خلينا نقول فكره ليكون فيه مجله هندسيه باسم لوديسيا نعم هو كانت نعم. البدايه وكانت أه الفكره أه من المقالات أه الخدميه نعم بس حضور نقابه المهندسين في عالم الاعلام أه. هو حضور اقدم مني بكثير يعني وعريق من إحنا عندنا لحد اليوم مجله المهندس العربي اللي بتصدرها لـ لـ نقابه المهندسين السوريين من سنوات عديده من عشرات السنين انا عندي اعداد من 1979 تقريبا آه فبقى هاي موجود دائما في مجلة للمهندس وبمرحلة ما كانت آه مجلة محكمة يعني المقال بده ينزل فيها هو مرجع علمي <applause> آه ونحن باللاذقية بالفروع صارت تصدر آه نشرات أو آه خلي فلنقول أنه هي مجلات صغيرة يعني آه لكن نحن بال آه ببداية الأزمة كنا قلنا شوي عم نحكي بموضوع المجله الخاصه بفرع اللاذقيه نقافة المهندسين بدايه الازمه كنا اتخذنا القرار وقت بلشنا بالشغل وبلشت الاحداث اللي اصيبت بها سوريا فكان عندنا نقيب المهندسين الدكتور عمار الاسد قال تابعوا واشتغلوا واشتغلنا عملنا عددين ثلاثه كانوا رائعين انما الظرف العام هو الذي اضطرنا للوقوف ولكن تبقى محطة, محطة من ضمن محطات محطة كثيرة عملناها بها. بحرفية أنا وقتها كنت استفدت جيدا من خبرتي <applause> بالعمل الصحفي من حيث التدقيق من حيث حذف العبارة ضبط العبارة وكان حتى لو كانت المقالة علمية دققنا كل شيء وإنما الظرف الذي أصابنا أصاب المجتمع وأصاب البلاد عطلنا قليلا عن هذا الأمر واستمرت لجنة الإعلام والنشر تعمل وترأست أنا فترة لجنة الإعلام والنشر مدة خمس سنوات الحقيقة بهالخمس سنوات كانوا زملائنا قبل منا عم يشتغلوا مؤسسين بشكل كويس إنما أنا عملت التوجه العام أدبي بالكامل ليش؟ لأنه صار التغير انتشار الشديد ل وسائل التواصل الاجتماعي تمام. عطل دورنا نحن آه. بدنا نضيق على نشاط معين للنقابه قبل ما نوصل على بيوتنا بيكون انتشر على وبالتالي عملت التوجه كامل نحو النشاطات الادبيه والفنيه <applause> وصرنا نحن كنقابة مهندسين ندعى لهذه النشاطات لتوقيع الكتب لحضور افتتاح المعارض مثلنا مثل اي منبر ثقافي في اللاذقيه حلو هذا الكلام أيوة. هو دائما وجودكم ودوركم فعال بالمجتمع وعززتوه اكثر من خلال نعم. نعم. آه تواجدكم بشكل ميداني أيضاً ومن خلال هذه المقالات اللي عم نذكرها مجموعة قصصية قدمتيها للقراء قبل توجهك لكتابة الرواية استاذة زينب أبناء السبيل في عنا خبايا ذاكرة أغدا ألقاك يعني هذه المجموعات القصصية خبرينا عنها أكثر. أنا كما قلت لك لا أعرف تاريخ البدايات بهذه القصص القصيرة. دائما ما يخطر في بالي ما تلتقط عيني ويؤثر في مشاعري. أدون وعندي دفاتر كثيرة وقديمة. إنما بمرحلة ما وجدت أنه الجريده والمقال الذي ينشر في جريده مظلوم هو عمره يوم يعني ما هيك ويحيى طبعاً. اليوم حتى منتهى يعني ما ما في الجريده كل يوم في عدد نعم جديد وكل يوم في نعم احداث فيه تحداد جديده عم تنزل الجريده بتنشر بالطرقات بمزق الهواء فقلت لا بدي اشتغل شيء ظبط أه فبدات انا بما لدي جمعت قعدت صياغه رتبت أه وجدت انه مناح ما أشبهن شيء هالقصص ونشرتهم وانا تاخرت عليه كان افعل ذلك قبل عشر سنوات يعني وهذا عيب في عندي انا أه. دائما اصل متاخره انما أصل خير من الله تصل ابدا إنما اصل نعم نعم <applause> تمام آه هاي هي كانت كانت تجربه حلوه انا وعملت له حفلات توقيع في نقابه المهندسين واعتقد انه زملائي المهندسين وقفوا معي وقفه آه رائعه في احدى الكتب اعتقد ابناء السبيل يعني حسب ما قيل لي انه 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 له زمان ما صار حتى على مستوى سوريا حفل توقيعي بهالحجم، ربما كان اول الفضول الشيء الجديد دائما له رهجه. تماما زملائنا كتار وكلهم ما حضرانين حفل توقيع كتاب فمن باب التضامن طلعوا معي كلهم بحيث انه احنا ما عاد في محلات الناس الواقفين صدقا مثل القاعدين لان كانت تجربة الاولى وكان فيها شجاعه وعن جد وتجربة وكان جميلة, جميلة وجود هيدا الدعم اللي عم تذكريه طبعا شجاعه من زملائنا باداره النقابه يعني <applause> انه انه تقبلوا الفكره ووافقوا عليها مباشره يعني هذا الذي حصل بعد هذه المجموعة القصصية بدأت بكتابة الروايات نعم. الرواية الأولى اللي كانت بيت الأمتار الستين يعني أنا لما قرأت العنوان تهيأ لي غرفة ستين متر فممكن تكون هي هيك المقصود؟ لا هي عالم كامل هيدا بيت الامتار الستين أه. عالم واسع وشاسع اصلا ضمن <applause> ضمن 60 خلينا نقول متر <applause> ضمن في, في عالم ضمن كامل ضمن 60 متر في عالم شاسع أه. من المحبه والتفاصيل الصغيره والارث والتعاون والتضامن والاسى والحزن عالم شاسع جدا ضمن بيت الامتار الستين هو العنوان الستين. ملفت يعني م. مثل ما ذكرت دائما الكتاب يقرا من العنوان نعم. فلما قرانا حتى يمكن الغلاف هو عباره ايضا عن آه نعم ما شايفين هو شبابيك شب... ويعني يعني هيئه غرفه خلينا نعم. نقول نعم. فممكن ولكن ضمن هذه الغرفه الكثير من الاحداث والكثير نعم. من القصص ومثل ما ذكرتي الحب والشغف والكثير من القصص اللي بتصير نعم. بهيدي الغرفه نعم. اللي هي كان عنوانها بيت الامتار للروايه الاولى نعم. بعد الروايه الثانيه اللي هي العزيزه نعم العزيزه شو بتخبرينا عنها؟ العزيزة أنا العزيزة هي حقيقة أنا رواية سكبت فيها من روحي يعني هي عصير للذاكرة فلنقل للتفاصيل الصغيرة التي عشتها بين الريف والمدينة مع أمي مع خالاتي مع عماتي مع تلك الفئة من النساء اللواتي لا يقرأن ولا يكتبن كما قلنا إنما هن خبيرات عارفات وجديرات بان يتعلم الانسان منهن كنت بدات بها كخواطر عامه عندما قررت كتابه بيت الامتار الستين ايضا في بدايه الاحداث وشغلتني موضوع بيت الامتار الستين احببت ان اتحدث عن مدينه جبله المدينه التي عشت فيها طفولتي واول الصبا آه فكانت آه لا يجوز أن يحصل ما حصل في جبلة. ليست هذه جبلة التي أعرفها. ليس هؤلاء الناس الذين آه آه اختصموا بصيغه ما او اختلفوا بصيغه ما هؤلاء الناس اهلي يعني واهلنا جميعا وبيننا مساف مساحات واسعه من الموده والالفه والعيش المشترك فكتبت روايه بيت الامتار الستين وايضا كتبتها كتبتها لي أقول لا تكتب الرواية دفعة واحدة كتبتها دفعة واحدة خلال أسبوع إنما خلال التنقيح أخذت وقتها الكافي أخذت وقت يعني طبيعي. إنما كفكرة عامة وكهيكل رواية خلال أسبوع واحد أفقدتني القدرة على النوم شغلتك نعم في نعم, ما. نعم بعدها عدت الى العزيزه بعد نشرنا بيت الامتار الستين انا وجدت نفسي في الروايه اكثر مما وجدت نفسي في القصه القصيره فضاء الروايه يسمح لي بال بالاستعاده والاستذكار وانا أحد لا يعيش في الماضي لكني أحب أقلفه لا أحب لن أنساه إذا م. إذا استطعت ألا أنساه فلن أنساه وثقتي بهيدي نعم بهيد الرواية نعم، من أحداث نعم، وبالتالي آه كتبت العزيزة العزيزة أخذت معي شغل كثير منيح والحقيقة آه ما بعرف حبيتها كثير للرواية يعني هي من اسمها هي عزيزة على قلبك نعم هي العزيزة هي الرواية العزيزة على قلبي هي العزيزة هي أمي وخالتي وجدتك وأمك هي سورية العزيزة هي هذه الأرض والجبال العزيزة التي عشنا بها آه هذه هي العزيزة هي ليست مجرد امرأة آه هي وطن كامل انما الصبغه الانثويه فيها قادره أه. قادره على الجمع وقادره على رأب الصدع وقادره على ترميم الجراح كما هو دور الانثى الطبيعي في كل مكان أه. ذكرتي ببدايه كلامك عن العزيزه انه بداتيها بخواطر قبل ما لا, أه. لا. كان مخططها واضح في ذهني أه. بدات ب يعني بس الكاتب يكتب بتفرقات <applause> يعني عندما انا شخصيا ما بدي احكي عن غيري بصدد كتابه روايه معينه يخطر في بالي خاطر ما يعني لا على التعيين واجد مناسب حتى الكلمات تحضر أسجله على ورقه وياتي وقت ويندرج ضمن سياق الروايه بشكل طبيعي جدا وهي مهاره يعني اعتز بها انه انا فيني وظف اي شيء ضمن هذا الاطار آه اللي هو روايتي <applause> وأجد آه له المحل أعتقد المحل المناسب وليست آه وضعت خطة للعزيزة كما قلت لك آه إنما لم أتقيد لم أستطع أن أتقيد قادني القلم حيث شاء وقادتني العزيزة حيث شاءت لا أستطيع أن أتقيد العمل الفني يتجاوز الكاتب العمل الروائي تحديداً <applause> أعتقد أنه في نقاط محددة يتجاوز إرادة الكاتب ورغبته يعني تركت الحرية للقلم ليكتب ما نعم يشاء الشخصيات تتطور بالطريقة التي يشاء الخيال وليس التي يشاء تشاء المحاكمة أه. الدقيقة فلنقل تتطور الشخصيات من تلقاء نفسها الروائي الرواية أزكى من كاتبها انا اعتقد ذلك حلو هذا التعبير يعني دائما بنلاقي في تطور للشخصيات من نعم بدايه نعم الروايه بنقراها بنهايه الروايه بنشوف تطور واضح الكتاب كثيرون انهم كان ببالهم هذا الامر وخططوا للروايه من البدايه انا اعترف انني لست منهم اضع خطه ولكنني لا اجد نفسي مقيده بالخطه وليست الكتابه الروائيه هي عمل هي بنيان هندسي متكامل وهو شديد التعقيد وشديد التماسك وصعب آه إنما لا أستطيع أنا أن أقول آه قلت لك أدون الخواطر لكن لا أستطيع أن أقدم خواطري في رواية <applause> هذه الخاطرة يجب أن يتم تطويعها لصالح الرواية أو نفية صحيح هكذا تمام الرواية الجديدة رحلتي مع ديوان أبي شو بتخبرينا عنها كمان هي الرواية بعد العزيزة بعد تجربة <applause> نعم. الرواية الأولى والثانية تأتي الثالثة نعم. رواية رحلتي مع ديوان أبي أيضا يوما ما نحن والدي توفى كان مزاجيا الله يرحمه بصورة هائلة ويليق بشاعريته درجة المزاجية التي كان يعيشها تليق بشاعر مثله توفي والدي بال 2007 بأيلول فلم يكتب لم يجمع والدي أعماله و مع انه اشتغل بالصحافه واشتغل بالاعلام فتره من الزمن انما لم يجمع ديوانه ولم ينشره نشر في صحف متفرقه في مجلات ادبيه في غيره انما لم يجمع ديوانه ويوما ما انا سالته انه عن الديوان قال الديوان مهمه منات اختي منات أه. ايوه لكن الحقيقه ما ظل بين ايدينا لن ندخل بتفاصيل ما بقي بين ايدينا من اوراق لابي كانت مهلهله، فيها تكرار شديد، فيها العتيق، فيها الممزق، فيها المطبوع طباعه نظاميه على صفحات ومنسق، وهذه كانت مهمه جسيمه يعني لم لم يسعف بسبب ظرفها الشخصي ونشاطاتها، لم يسعف الوقت اختي في اكمال هذا الامر، فانا انا اكثر تنظيما من اخواتي الاخرين أنا كلفوني بهي المهمة بعد أيمتى؟ بعد بيت الأمتار الستين أه أه وبعد العزيزة حتى كنت ماشية بالعزيزة منيح إي أه بعد العزيزة أه كلفوني بإخوتي بمتابعة الديوان أه أخذ مني شغل جبار وأنا أه كما قلت لك أنا الصغيرة في البيت فبالتالي يعني أه كثيرا ما احسست نفسي ليس لي دور يعني <applause> ربما هي <غدا> قد <applause> تقرايها في 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 رحلتي مع ديوان ابي موجود موثقه <applause> هذا الموضوع نعم يعني لكن الجيل الاصغر في البيت يحس حاله في احيان كثير فاقد عن الحاجه يعني انا دائما كان شعوري <applause> <applause> هيك إلى حد ما ولكن أنتِ جيتي وجمعتي جمعتي جمعت العائلة <applause> كلها <خلاص تصفيق> نعم <نقول تصفيق> ديوان هو رحلتي مع ديوان أبي كما ذكرتي دواوين للوالد الله يرحمه أنتِ جمعتيها في كتاب <applause> نعم في كتاب, وكتبت كتاب واحد وكتبتها وكتبت على الكمبيوتر ودققتها بالشدة وبالضمي وبالفتحة هون نقول فعلا الصغير في البيت له دور جدا فعال <applause> أنا عم بالغ بظلم أهلي إذا قلت هيك بس أنه عم نحكي عن شعور الطفل يعني ليش لأنه ربما فائض الحيوية اللي عندي وليس لي دور في الكلام، ليس لي دور في التصرف، وبالتالي بيحس الواحد هيك، هذا آه 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 على سبيل المزاح نقول، آه إنما أنا اشتغلت على آه هذا الديوان فترة طويلة، وتعرفت على أبي الشاعر خلال الديوان. تعرفت عليه انه وقت بتقري انت قصيده او بتحفظي بيت شعر وبتقولي الله يعني شيء وقت بتكون قدامك النص وبدك تدققيه حرف حرف وتضبطي الوزن وغالبا كانت الوزن مضبوط بي ما عنده اخطاء بالوزن ابدا انما الكتابه كونها فيها مسودات وفيها شيء وبتقري وبتتعمقي وبتشوفي وبعد رحيله هسه اكثر بدك تتعرفي تشوفي ليش ليش والدي حزين هنا لهذه الدرجه؟ ليش هو شعورك؟ هون نعم أه. وامام كل قصيده استعيد ذكرى قديمه وادون ما يخطر في في بالي يمكن بقى بتربطي القصيده نعم. اللي كتبت بذكرى نعم. معينه او بحدث معين. نعم بحدث معين قد يخص الوالد وقد يخص حياتنا إحنا كاسره او يخصني انا وهكذا على هامش هذا الديوان كتبت فلنقل هي سيرة عامين سيرة ذاتية لعامين 2017-2018 ما حصل معي في حياتي من تطورات وكيف كنت أنهض من وجعي من آلامي وأستعيز بشعر أبي وأجلس على هذا أمام هذا الشاشة الكمبيوتر وأسهر بالساعات حتى أدقق وأقرأ وأنقح و أخرج من هذا الأمر متعبة إنما سمة شعور هائل بالراحة أنني قدمت شيئا أن يستحق لروح والدي جميل تحدي الصفحة البيضاء أستاذ زينب أو قفلة الكاتب شي مرة صار معك هذا الشيء كيف تتجاوزي هذا الموضوع إن حدث <applause> الورقة البيضاء الشاعر الكبير نزار قباني بيقول الورقة البيضاء أكبر تحدي بواجه الشاعر يعني عندما يجلس الكاتب أمام الورقة البيضاء ويبدأ يشعر أن أنا شخصياً أشعر أن البداية غير موفقة أبدأ بكلمة بجملة ما أعرف أعتقد أنه سمت الشيء كهرومغناطيسي يعني هي فقط يمسك الواحد القلم ويكتب له جملة لا على التعيين هي جملة غالباً ما يحذفها فيما بعد انما يسري التيار يعني <applause> آه وينساب الكلام على الورق آه تلقائيا وقد يعاد كتابته قد يحذف والعمل الابداعي هو آه عمل شاق ومنظم ودائما يحتاج لان يجلس الكاتب امام الورقه البيضاء ويخوض هذا التحدي في كل صفحه يقلبها من دفتر الذي امامه. حلو. بالختام حوارنا الشيق والجميل معك لابد ما نتطرق شوي للعائلة وحضرتك أم لأربعة أولاد وجدة أيضا نعم. حياتك معهم كيف, عم كيف, يعني هي كيف أثرت على كتاباتك أيضا آه. بتعرفي آه الروائي بالذات أعتقد ما كثير بيفصل حياته الشخصية عما عم يكتب يعني هو آه موجود هو موجود فيما يكتبه يعني دائما وابدا وهكذا يقول كبار الروائيين في العالم روائي آه كيف اثر علي وجود العائلة. العائله العائله بشكل عام يعني اثر على الكاتب والاديبه زينب الخير هي طاقة المحبة اللي بتمدي بتمدك العائلة فيها حضرتك أم شعورك بالسعادة من أشياء بسيطة بتحسسك بجمال الحياة يعني هاي بالدرجة الأولى بعدين أولادي أنا دائما كانوا نقادي <applause> يقرؤون مثلا الزاوية الأسبوعية أحيانا أقول لهم دققوا لغويا مثلا أترك هذا التحدي أمامهم هني قراء كانوا بنسبة جيدة أما هلق لا ما نو مثل الأول لأنه سحبوا النت آه. سحبتهم التقنية ومشاغل الحياة ومشاغل الحياة نعم بس كانوا قراء جيدين نسبة لأعمارهم فالعائلة كانت لن أقول أنه محرض لا لا أبداً انما هي تغني تغنيني يعني اثناء الكتابه اقول اكتب لهم احيانا عندما اوثق تفاصيل صغيره حتى بدفاتر الشخصيه علهم يقرؤون يوما ما علهم يفتحون العزيزه قولي قرؤوا العزيزه جميعا يعني يوما ما سيقولون قالت امي كذا وفعلت امي بهذا الشكل انما بالنسبه للسيده دائما والام تحتاج إلى مزيد من الجهد لتوفق بين عمل الشخصي أو عمل الإبداعي ودورة كأم, آه كأم. وأنا قلت لك منذ البداية أنه لم أكن أعرف أننا سنتطرق لموضوع العائلة أنني كنت رتبت حياتي على أولويات معينة آه ولا لا آه لا يمكنني المساس بها وكانت العائلة هي آه في المرتبة الأولى آه عائلتي أولادي وبيتي آه إنما آه وجدت صيغة جيدة للمزج بين المهمتين ساعدني في ذلك نشاطي ساعدني في ذلك ظرفي العام <applause> آه. البيت الريفي بيتي آه واسع نسبيا مكتبي الشخصي يعني انا آه لو ما كان عندي عمل هندسي اذهب الى اذهب الى مكتبي, نعم. مكتبي واجلس وبصدق عندما اصل واطلب من الصبيه ان تحضر لي فنجان القهوه التي تساعدني في المكتب واشغل جهاز الكمبيوتر واضع فيروز لكي تغني وانا اكتب واشرب واشعر انني ملكت الكون في هذه اللحظات حيو. يعني في ظرف ساعدني على ذلك إنما الأدب أناني ويحتاج إلى تفرغ والعائلة أيضا تحتاج إلى تفرغ إلى حد ما المرأة صاحبة القلم تستطيع أن توفق بذلك على حساب أشياء كثيرة أكيد شكرا كثير لوجودك معنا لليوم هذا الحديث الجميل بهيدي الحلقه مع حضرتك الاديبه زينب الخير، شكرا لك ويسعد اوقاتك، نورتينا. الله يخليك يا رب، اهلا أهل وسهلا فيك. اهلا شكرا أكبر شكرا, شكراً أكبر لكم مشاهدينا للمتابعه، اكيد لقائنا فيكم بحلقه قادمه الاسبوع القادم، الى اللقاء.